تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. قدمت استقالتك من النيابة، حد يعمل كده؟ أنا كل اللي طالبه من جنابك تليفون صغير بس توقف الحمل. هارون أنا مش فاضي الحاجات الصغيرة دي ولعب العيال. شركة جديدة في اسكندرية بتودع عربيات لجنة توزع بضاعة؟ أيوة حسن بيه، الحكاية دي لسه من جرية لكن كده أثرت على مبيعاتنا. شوية الأسر اللي احنا اشتريناهم دول يا جناب العمدة كانهم يسووا كتير قوي. ما بقيناش ننفعوا لبعض يا يحيى، لما اخوي حسن بيجي بيني وبينك لآخر يوم في عمري وعمرك. وانا ماليش ذنب بجد لحسن اخوك الله يرحمه،
طول ما فيها نفس طالع ونازل انت مش لحالك في الدنيا ابدا يا بنت عمي. خد اشرب وروق ولا يهمك. وعملتوا ايه؟ انا فهمت الفوله اول ما لقيت عربيه الحكومه طالعه ورانا قلت اكيد عاملين كمين في الطريق. ايوه وبعدين؟ اول ما توكلت من عربيه الحكومه دي غارت في دهي خدت عياش وطلعنا على حته مقطوعه دفنت فيها الاثارات وطلعنا على الطريق لقينا الكمين فتشونا ما لقوش معانا حاجه. ناصح الحمد لله. ايوه بس يا خلاص كنت اتمسكت بالاثارات دي كان زمالي مرمي في السجن واتخرب بيتي والعموديه راحت مني كمان. يا وجع مربربي الحمد لله ربنا قدر ولطف. الحمد لله بس الحكايه دي ما اتسكتش عليها ما دام الحكومه مراقبانا وعملت الكمين ده يبقى اكيد شاكه فينا. صح مش بعيد يكون هو اللي عملها. هو مين ده؟ مين غيره اللي حطك في راسه؟ قصدك يحيى؟ تلقاه شم خبر انك بتتاجر في السلاح والاثار مع ابوك. بلغ عنك عشان يخلص منك. قلت لك اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك. مش عايزين ايوتها خدمه يا اسطوات. كتر خيرك يا معلمة، كتر خيرك. أنت تؤمر يا سيوسف. كتر خيرك. إيه يوسف؟ مش هتشوف حياتك بقى؟ هتفضل عازب كده لحد إمتى؟ من غير ما تشوف زوجة حنينة تشوف طلباتك. إيه؟ عندك عروسة ليا ولا إيه؟ معلمة نحمده. أنا شايفها شرياك وبتعزك وهي كمان وحدانية بعد موت المرحوم جوزها الله يرحمه. شوف يا راضي بعد أم حسن مفيش مرة تملى عين. عموما لو غيرت رأيك يبقى خليني رسول المحبة ويا بخت من وفق راسين في الحلال. إيه هتفوت السواجة وتشيل الخضة ولا إيه؟ أنت مش عايز بنتك؟ أيوه يا سيدي بعد ما طلقت مراتي خدت بنت عشان تربيها. لا وإيه؟ جابت لها جوز ام. انت اللي بتتجوزها انت؟ انا اتجوز نحمده؟ الدوله من الغريب. بس هي مش شايفه حد غيرك انت. يعني هي قالت لك؟ اللي ما شوفش من الغربال يبقى اعمى يا يوسف. ده انت اعمى. مفيش اخبار عن بلدكم الصغوانيه دي؟ ليه؟ مفيش اخبار عن بلدكم؟ لسه مكلم فتح الله. بيقول لي الحمد لله الامور هاديه. هارون مسافر وفايت البلد الحمد لله. اتفضل حضرتك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب والله يا مرحب. انت جاي مع حاج والله. اتفضل يا حسان بيه. يا مرحب يا مرحب. الله كأنك عارفاني زين. يعني معلوم انا لما قالوا لي ان جنابك عاوز تقابلني انك جاي لاسكندريه مخصوص سالت عنيك ولاد الحلال قالوا لي كتير. قهوتك ايه حضرتك؟ قهوتي طلبتها وانا داخل. معلوم صاحب بيت. انا جيت ابارك لك على الشركه الجديده. الله يبارك فيك صاحب واجب صح واد اصول يعني. ده حتى بيقولوا ان حضرتك اكبر تاجر جمله في الصعيد وما شاء الله يعني اسطول عربيات كبير ومخازن كتيره يعني ما شاء الله ما شاء الله. الله يكرمك. والله كلامك زين وباين عليك بتفهمي في الاصول. عشت. هو يعني انا يشرفني ان حضرتك تزورني بس برضك عاوز اعرف السبب. تعجبيني وكده قصرت عليا المسافه يا حجه. برضيكي مش دخول البيوت يبقى من الباب. اني بيت اللي انا دخلته من غير استئذان؟ دخلتي بيت التجاره. التجاره والبيع والشراء لهم اصول يا حجه. وهو انا لا سمح الله اتعديت الاصول في حاجه؟
ما هو انتي لو كنت جيتيني وشربتي قهوتك معاي وقلتي لي يا حسان انا عايز افتح شركه رسيني كنت رسيتك. طيب اعتبرني جيت وشربت قهوتي مع جنابك ماشي رسيني. ارسيكي كنت اقول لك افتح شركتك على بركه الله بس انا ليا شرط واحد. شرطي تاخد بضاعتك كلها من حداي وانا اللي اقول لك تبيع لمين وما تبيعيش ولا تشتري غير لما اقول لك فين والمين وبكام. وايه كمان يا حسن بيه؟ يا أليسة منى في ضيف جوه عند الحاجه. ضيف مين؟ ده جاي لها من هنا مخصوص عشان يقابل الحاجه بس شكله كده مريحنيش. تعرفيش يا سوسة ان الراجل ده جاي بخصوص ايه؟ شوفي قد الناس انا سبتك تقول اللي انت عاوزه وانا هقول لك حاجه واحده السوق بتاع الناس كلها والرزق بتاع ربنا لحد يقدر يحوشه ولحد يقدر يتحكم فيه. قصدك ايه؟ اقصد ان انا جنب جنابك كد كده يعني لا ينفع نفسك ولا شركك ولا ضرك في حاجة كمان أنا ما أحبش أشتغل ورا حد وكلمتي من راسي يعني ما ينفعش أخد إذن من حد. ده آخر كلام عنديكي؟ ما هو لو كان جنابك سألت عني زي أنا ما سألت عني كنت عرفت إن ما بغيرش كلمة عاد. طب في جنابك ما شربتش قهوتك؟ لا شربها بعدين ما احنا اكيد هنتقابلوا بعدين ولما نتقابلوا هيبقى لنا كلام تاني بالاذن. يا ربي هما بيطلعوا لي منين زي ما يكونوا متوصيين علي. تعالى يا غفير انت وهو. ايوه يا استهان امر يا ام صالح. انت امرك استهان. خد يا عبد الله اللحمة دي عشان ولادك. من يد من اعدموها يا ام صالح. وانت كمان يا ابو سريع اللحمة دي عشان ولادك. كتر خيرك يا ام صالح. طول عمرك صاحبة واجب وبنت اصول. شكرا. ما قلتوليش لقيتوا الغريب اللي كنتوا هتدوروا عليه؟ احنا عاملين كيف اللي بيدور على ابرة في كوم قش. ده احنا حتى ما عارفينش بندور على ايه. مفيش غريب خط الصفوانية غير مرة قريبة فتح الله من نجع اب سالم اللي جنبينا. والمرة دي كانت عاملة فرشة بتبيع عليها حلاوة قدام بيت نصرة. نصرة؟ ايوه بس من اسبوعين المرة دي خفيت وما بقتش تيجي البلد هنيه واصل. قولي المرة دي شكلها ايه؟ هي كانت متنقبة وخالصة كمان يعني لا حد شاف وشها ولا سمع حسها ما كانتش مبينة غير عينيها. تقولي مرة متنقبة وكانت بتبيع حلويات قدام بيت نصرة؟ وخفيت من سبوعين. قال هو مش أبوك دخل المستشفى من سبوعين وبعدها جلد الغفر. دي قصدك إيه يا أخلاص؟ مش يمكن المرة دي راجل ولابس نقاب ومش يمكن المرة دي عامله انها خرصه عشان ما حدش يسمع صوته ويعرف انه راجل. معقول الكلام ده يا اخلاص؟ تبي تقولي ايه؟ يا اخويا فكر في كلامي وشوف اذا كان صح ولا لا. وفكر كمان اشمعنى المره دي كانت واقفه قدام بيت نصر تبي حلويات؟ مش يمكن يكون يوسف اللي مش عايز حد يعرف انه لسه عايش؟ مش عرفك ان يوسف لسه عايش؟ لا ده كمان مش يمكن يكون يوسف اللي عمل اللي اتهمته به الغفير زناتي المجنون؟ فكر.
تسلم يدك يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي القهوة. عشتي. لسه كلام اللي اسمه حسان ده قلقك؟ ولا قلقني ولا هز الشعر مني. لا بس انا قلقان وقلبي مش مطمن. من ايه يا ولدي؟ من ايه؟ كل اللي انت حكيته لنا عن الراجل ده انه مفتري وشراني وما يعرفش ربنا ومش عايزانا نقلق. هيقدر لنا على ايه؟ ملوش عندينا حاجه. لا ليه عندينا كتير. اللي زي حسان دي قليل الايمان وفاكر ان احنا بنشاركوه في رزقه، واللي زي دي ما نعرفش ممكن يعمل ايه. احنا ربنا معانا. على الله ما قلتش حاجه ونعمه بالله. بس انا عايز اقول لك اطمن اطمن وخليها على الله. انا مطمن بس انا هقول اللي عايز اقوله. انا بحذرك اللي زي حسان ده ناب ازرك ما يعرفش ربك. يعني هيعمل ايه اكتر من اللي عمله؟ قالوا جرجر يا جرجار هتطلع من الميه تتشوي في النار. سبحان الله. ولا بفهم كلامكم ولا بفهم ايه اللي في دماغكم يا سعيده. مش مهم ولا تفهمي كلامنا ولا تفهمي ايه اللي في دماغنا. ماما مش بتحبينا؟ ده انا روحي فيكم يا بوي. ايه يا منى؟ مش هتيجي اوصلك؟ لا مفيش داعي، انا هروح لوحدي. تصبح على خير. انتي منال. اروح ليها لحد عنديها تبيع وتشتري فيا والكل اللي قالته. والله ما كانت الساعه روحتك ليها مخصوص يا حسان بيه. ما انا لو سبت كل واحد يفتح له شركه يبيع ويشتري ويكسب زي ما هو عاوز كان زماني فلست وقفلت شركتي من زمان يا قليل. طب وايه العمل يا حسان بيه؟ العمل مصر دي لازم لها جرسة تطلع بالدم تأدبها. مش بس تأدبها هي بس، لا تأدبها وتأدب أي حد يفكر يعمل زيها. جرسة بس يا حسن بيه ولا قطع رقبة؟ كنت هروح في حديد يا بوي لولا ربنا ستر. فالم عليك يا حمدان، عرفت تتصرف زين انت وعياش. تويته الأسرات فين؟ لا اطمن، مكان مقطوع جديه على الطريق، أنا عارف سكته. بس طبعاً ما اقدرش أروح أشوفه دلوق أكون متراجب ولا حاجة. لا 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 ما تعملوش حاجة دلوق خالص أنت وعياش، لا سلاح ولا أسرات. يعني نوقف الشغل دلوق؟ لا أيوه لحد الأمور ما تهدى شوية. مع إنه مراد بيه اتصل بي أكثر من مرة بيستعجلني على الأسرات، بس أنا ما أوديش روحي في داهية عشانه يعني. أبوي أنت ما حدش يقدر يقرب منيك، الدور والباقي علي أنا. يا ده انا ايه وانت ايه؟ ما انت لو اتمسكت في حاجه زي دي المصيبه هتبقى في وشاني. طب وبعدين؟ مراد بيه ده هنعمل معاه ايه؟ انا لما اشوفه هفهمه. يعني هقول له على كل حاجه، ما ينفعش اكلمه في التليفونات والموبايلات بعد اللي حصل ده. عندك حق يا ابوي. بقول لك ايه؟ في حكايه كده يعني بخصوص يوسف كنت عاوز اقول لك عليها. كيت يدي تعال قول. تقرير المرابة بيقول ان حمدان والراجل اللي بيشتغل معاه اسمه عياش ما طلعوش من الصفوانيه من يوم اللي حصل. ده اكيد فهموا ان هم متراقبين علشان كده وقفوا الشغل. خساره ان احنا ما قدرناش نمسكهم وهم متلبسين. واضح انهم قدروا يخبوا البضاعه اللي كانت معاهم بعد ما خلصوا من المرابه وقبل ما يوصلوا نقطة التفتيش. على إذنكم. تفضل. ألو. أهلاً سعادة المحافظ. إزاي جنابك؟ معليش إحنا انشغلنا الفترة اللي فاتت شوية. بس أنا عايز أطمن سعادتك إن الوزارة وافقت على خطة اقتحام الجزيرة. تمام يا فندم. إن شاء الله في الفترة اللي جاية هنحط خطة مناسبة لاقتحام الجزيرة ونخليها. يجي فتح لنا الغلبان اللي هيمشي بص وراه هو اللي ساعد يوسف لما جه البلد وكان عامل ساعتها مرة خارصة. أنا بعت صالح يسأل ناصر واد فتح الله بطريقة غير مباشرة يعني. إذا كان عندهم مرة جربتهم خارصة بتبيع حلويات
قال له احنا ما عندناش نسوان قرايبنا خرص من اساسه. ها؟ يبقى المره الخارصه دي هي يوسف؟ ومدام فتح الله ساعده لما جه اخر مره يبقى مش بعيد هو اللي طلع يوسف من التربه. اكيد يا ابوي. فتح الله بقاله سنين ماشي رطرت في البلد ان يوسف لسه عايش ما ماتش. ايوه يا فالح، واحنا كلنا نايمين على ودنا. ما حصل. لازم نتاكدوا من الاول ان المره المنقبه الخارصه دي هي يوسف. وقد فتح الله هو اللي ساعده. واكيد كان في اتصال بينهم. تأكدوا. تأكدوا كيف من الحكايه دي؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هو ما بتردش السلام ليه يا فتح الله؟ رديت السلام يا صالح. كداب في اصل وشك. ولا تلاقيك بقى بتقول ده حيالله واد عمدي وما عملوش اعتبار. كلم اللي بتقوله ده يا صالح. انت لازم تتأدب يا فتح الله. الله الله. بيع بيع بس بيع يا صالح. عمك فتح الله في سن ابوك يا صالح ولا سامعه رد السلام. خلاص خلاص يا رجاله خلاص. السلام عليكم. شاهدين يا رجاله؟ اسم يوسف. يمكن الحكايه طلعت صح يا ابوي. ايه بس انت اكد الاول ان يوسف ده جوز نصره مش حد تاني اسمه يوسف. الو لا فتح الله خير حصل حاجه؟ حصل حاجه من هارون لبناتي؟ الو لا فتح الله الو الو انك دي تاكدنا النباهي راح فين؟ قوم دوري معاي. حاضر يا ابوي حاضر. راح فين الموبايل؟ متوقف مذاكرة، دور معاي. فين فتح الله؟ الموبايل بتاعي مش لاقيه. يمكن يكون وقع مني لما تعاركت مع صالح. صالح مين؟ صالح ود العمدة؟ أنا راح القهوة. هدور عليه، يمكن ألقيه. ربنا يعترك فيه. عرفت يا صالح هتعمل إيه؟ أيوه ياما. لكن أنا خايف. حس إن أبويا يعرف. خايف من إيه؟ وهيعرف منين؟ عيب كبرت وبقيت راجل ولازم يجي اليوم اللي اعتمد فيه عليك. ولا هدور على غيرك عشان يشوف لي ابوك بيدس عني ايه؟ ولا طلب منك تسرق موبايل فتح الله ده ليه؟ لا يما انا راجل وسيدي رجاله كمان. لكن انت عاوزين اعملك ده ليه؟ بعدين هقول لك. بس المهم اوعى تقول لبني ادم على اللي انا طلبته منك. طمن يما سرك في بير. خد دول اتبسط هيس بس تخلي بالك على نفسك واوعى تنسى اللي امك طلبته منك. من يد من عدمها يا امه. بالاذن. اذنك معاك يا حبيبي. وي ايه على فينك ده؟ شعرك ده واعود على طول. هاي خلي بالك من نفسك. بالاذن. ها خلصت اجتماع ويا ابوك وشيخ الغفر؟ عاملين ايه هالغدا؟ عاملين كل اللي نفسك فيه. بس قبل ما تاكل وتشبع وتملى بطنك فكرت في الكلام اللي قلته لك؟ كلام ايه ده؟ عن يحيى انه بلغ عنك وكانت الحكومه هتقبض عليك. ومين قال بس انه يحيى؟ هتفضل ساكت لما الحكومه تحط يدها عليك لما تتاكد. يا خلاص افهمي أنا ما أقدرش أجرب ليحيى. ليه؟ خايف من أبوك؟ ولا عشان هو أخوك؟ ما تقوليش على الواد ده أخوي. أنا أخواتي ماتوا خلاص. ولما هو مش أخوك متعصب ومنرفز نفسك ليه؟ عشان ما أنتيش فاهمة. افهمي يحيى ده لو حصل له أي حاجة أبوي هيتهمني فيها لأنه قبلك ده سبق وحذرني. خلاص يبقى نفكره في طريقة تانية وما يبانش إن أنت ليك يد فيها. طريقة ايه دي؟ لا هو انا لحقت افكر كمبيوتر. اديني وقتي. لكن من هنه لساعتها اللي اقول لك عليه تنفذه بالحرف الواحد من غير سؤالات. اتفتلك بلاد انت برضك. Thank you.
الخير يا جمر. خبط مشوار من نجح حمادي لحد هنا، حرام عليك ردي عليا. ماشي. استغفر الله العظيم. اتلهت قشطه. قمر. ايه مالك يا انت قاعد فيك؟ ايه ما شايف شيء؟ مغبر صالح؟ عمك عمك تسلم. نورت بلدنا يا صالح. بلدكم منوره بناسها. بعد اذنكم اتفضلي. ما قلتليش يا صالح، ايه اللي جابك بلدنا؟ والله يا خال، انا كنت جاي ازور واحد صاحبي، وكنت ناوي اجي ازوركم طبعا. وما خفتش ان جدك يعرف يزعل؟ احنا اهل يا خال، والدم عمره ما يبقى ميه. فيك الخير يا ولدي. وانا بصراحه يا خال كنت عاوز اصالحكم على بعض. لا ما تشغلش بالك انت بالحكايه دي. ليه بس يا خال؟ ما احنا لما يبقى بينا نسب تاني ساعتها ممكن المايه ترجع لمجاريه. نسب تاني؟ قصدك ايه؟ انا بصراحه يا خال انا عاوز يد فرحه. انت ناسي يا ولدي ان فرحه اكبر منك بسنتين؟ الدنيا اتغيرت يا خال، وانا اولى بيه. شرب شايك يا صالح قبل ما يبرد، وكل البسطة دي كل. ليه قلت له بدي يا ابو سعيد؟ حكاية مش حكاية ان فرحة اكبر مني، لا، هو كمان ما كملش تعليمه، وبنتك جالها قبل منه كتير قوي احسن منه، هتوافق بصالح ده؟ وكمان هقول له ما هيوافقش بالجوازة دي، تعرف اللي بينا وبين بعضينا، عشان كده انا قفلت الموضوع. اللي تشوفه يا اخوي. فين الدواء اللي باخده قبل النوم؟ العلبة الخضرة دي اللي في خط وصل. ايوه هناك. هاتي حط ايدك ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا واد عمي. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافية يا رجال. كيفك يا واد عمي؟ تسلم. أهلا أهلا. إيه الأخبار؟ الحمد لله عالي العال. احنا حملنا العربية دي وهتطلع على نجا حمادي، وآخر النهار هنحمل عربية تانية تطلع على دشنا. على بركة الله. أنا بقول يعني احنا محتاجين عربيتين عشان نلحقوا على الطلبات. بقول لك إيه؟ مفيش فلوس تشتري عربيات جديدة، فلوسك في السوق مع التجار، وأنت عارفة نفسك زيادة، ما بتطلبيش حد بفلوس. خليها على الله. عشان كده أنا بقول نأجروا عربيتين لحد ما ربنا يفرجها. أفكر. هتفكري في عاد؟ لا في فلوس تشتري عربيات جديدة ولا في فلوس تأجري. يا هادي الهدى يا رب. غلطت في حاجة أنا يا أبو خالو؟ هي واقفة قدام المخزن وفي عربيتين بيشحنوهم بضاعة. تطلع ورا العربيتين النجل وتشوف سكتهم وتعرف مين التجار اللي بياخدوا منهم بضاعة. بقول لك ايه؟ اوعى السواقين يشوفوك او يحسوا انك بتراقبهم، مفهوم؟ ممدوح ممدوح ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ زين. بقول لك ايه؟ ايه رايك نتغدى سوا النهارده؟ ما اقدرش يا ابوي، امي تزعج لي. امك هتزعلك عشان رحت تتغدى مع ابوك، بقى ده اسمه كلام اللي انت بتقوله ده. بص، احنا نتغدى سوا وفسحك فسحه حلوه، وبعد كده اشتري لك كل حاجه نفسك فيها، وانت اللي تنقي كمان يا عم، ماشي؟ يلا يا حبيبي.
مش عارف انا ايه حكايه فتح الله ده. اخر نوبه كلمته من يومين وقبل ما يرد الخط اتقطع، معرفش فيه ايه. يمكن التليفون باظ منه، وحليني بقى على ما يصلحه. فيها كام يوم؟ كام يوم؟ ليه يعني؟ هو يصلح ايه؟ تلفزيون يعني؟ ما يبقاش قلبك خفيف كده، قلبك جامد زي الحديد طول عمرك. يلا اشرب الشاي كمل عشان تاخد دورك. يلا يلا يا سي يوسف دورك. توكلنا على الله. مع السلامة. ها عجبك الأكل؟ لا واكلهم معصم. طب بقول لك ايه؟ ايه رايك الاسبوع الجاي ان شاء الله اعزمك في البيت عندي في الصفوانيه واعمل لك كل الاكل اللي انت بتحبه؟ ده مش بيتك يا ابوه. يعني ايه مش بيتي؟ امي بتقول ان ده بيت مرتك وانك اتجوزتها من غير ما تغرم ولا مليه. وكمان امي بتقول انك بتحب ولادك من مرتك الثانيه عشان انت ما بتحبنيش. ده يا حبيبي لا، اوعى تصدق الكلام اللي امك بتقوله ده. يعني ايه؟ امي كدابه؟ اقعد يا ممدوح خليني اشرح لك يا حبيبي. اقعد. انا لا عايز اقعد ولا عاوز افهم وراجع بيت. استنى يا ممدوح. ممدوح 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 استنى ممدوح. هفارم عليك يا ولدي، احنا ناقصين. انا ما هسكتش على اللي حصل ده. اسمع يا ولدي، اللي حصل ده تنساه، واللي هقول لك عليه تحفظه عشان لو حد سالك عليه تقوله، فهمت؟ مين اللي هيسالني يا ام علي؟ انا مسافر مصر، هقعد هناك يومين هقضي مصلحه. ترجع بالسلامه يا بوي. معوش حاجه يا ممدوح؟ لا يا جدي. وانت على سلامتك يا بوي، وانت مخلينا ناقصنا حاجه. يلا يا اخوي عشان توصل مصر قبل الليل ما يليل. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يا ولدي غير خلقاتك وتغدى عشان هنروح مشوار سوا بعد الغدا. ما تزعلش نفسك يا احمد، تلقى المزغوده هي اللي وصت ولدك ممدوح يقول اللي قاله. انا مش بصدق، مش قادر اقول لك الموضوع ده عامل فيا ايه من جوه. انا كل اللي كان نفسي فيه بس يتعود على اخواته ويحبوهم ويحبوه. بكره يحبوهم ويحبوه؟ هو عمر الدم يبقى ميه؟ خايف يطلع زي حمدان ابن هارون مع اخوه يحيى. حرام عليك يا احمد، هو حمدان ده له زي؟ يا ساتر، الشر بره وبعيد. انت بتبصي على ايه؟ بص على الست مصابرين بس ملهاش قطر. طب انت مالك مهتم قوي كده ليه؟ ما عارفاش، هي دخلت قلبي وزعلانه انها ما بقيتش تيجي الصفوانيه. ده حتى العيال عندك حبوها قوي. خير يا حضر الظابط. ده بيت الاستاذ احمد النادي؟ الاستاذ احمد واد حلال، عمر هيبه ما طلعت مني. استر يا رب، استرها يا رب. استني خليك انت، خليك انت. مساء الخير. اهلا مساء النور. خير؟ انت احمد النادي؟ ايوه. انت مطلوب في المركز. فيه احمد جوا وظابط بحقق معاه. ليه؟ اللي ما تتسمى طليقته، الهبابه بتتهمه انه حاول يخطف وعلته. انا ما سمعتش ردك ايه في الاتهام ده يا استاذ احمد. اتهام ايه يا حضره الظابط؟ هو في حد بيخطف ولده؟ انت مين انت كمان؟ دي حبيبه الاستاذ احمد اللي ما عرفش يتجوزها، اتجوز اختها. انا محاميه الاستاذ احمد. خلينا في موضوعنا. ايه ردك في اللي ابنك وطليقتك بيتهموك بيه؟ الاستاذ احمد استحاله يعمل الكلام ده. يا فندم انا رحت المدرسه عشان اشوف ابني لانه وحشني مش اكتر من كده.
ايوه وخدته بعد كده على مطعم وقلت له ما هتشوفش امك مره تانية، يعني كنت ناوي تخطفه لولا ان هو جري منك، مش كده يا ممدوح؟ ايوه يا ام. ساكت ليه؟ ما تقول الحقيقه، قول ان طليقتك هي اللي حرضت ولدك ان يقول الكلام ده. يا حضره الضابط انا عايزه اعمل محضر عدم التعرض من طليقي لولدي، ولو اتعرض له يتحبس. انت بتقولي ايه؟ عايز تمنع عبد يشوف ولده؟ انا مضطر اعمل لك محضر يا استاذ احمد بعدم التعرض لابنك مره تانية، والا هحول المحضر للنيابه. See you.